بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد، والذي سوف أشرح فيه طريقة تحميل لعبة داك 3D التي طلب بعض الإخوة الكرام قبل إقفال يعني القناة الأولى التي سوف يتم استرجاعها إن شاء الله قانونيا. فاللعبة كما تشاهدون يعني الصورة لها يعني على سطح مكتبي. كل ما عليكم فعله هو تحميل هذا الملف المضغوط عبر الرابط الذي سوف أضعه أسفل الفيديو. بالمناسبة اللعبة هي يعني محمولة، لا تحتاج إلى التثبيت، فقط تقوم بتحميل هذا الملف المضغوط ثم تقوم يعني بفك الضغط عليه وتصبر لحين ما يتم فك الضغط على الملف المضغوط على أساس يعطيك هذا المجلد. نقوم بفتح المجلد ونقوم بالضغط مباشرة على أيقونة اللعبة وسوف تفتح معك يعني من دون مشاكل ومن دون تثبيت على جهازك. نصبر لحين ما يتم فك الضغط أحبابي في الله، لأنه حجم يعني الملف هذا يعني هو 50 ميجا بايت، قد يستغرق 5 دقائق على أساس تحميله. علي من بعد ما تقوم بفك الضغط عليه تقوم بفتح المجلد مباشرة وتضغط على أيقونة اللعبة التي هي هاتي أحبابي في الله. نضغط عليها مرتين وكما تشاهدون يعني تفتح اللعبة من دون مشاكل. نضغط على إنتر ونصبر لحين ما يتم الدخول إلى إعدادات اللعبة. لهذا نكون يعني أحبابي في الله يعني قد أكملت هذا الدرس. أذكر بأنني سوف أضع لكم بين الفينة والأخرى أيضا بعض بطبيعة الحال. تضغط على نيو جيم وتضغط على إنتر وسوف تختار المسار الذي تريد اللعب فيه ومباشرة يعني تستطيع لعب اللعبة. أذكر بأنني سوف أضع لكم يعني بين الفينة والأخرى يعني بعض الألعاب الكبيرة والصغيرة والألعاب التي تحتاج إلى التثبيت والأخرى التي لا تحتاج إلى التثبيت، وأيضا يعني بعض الشروحات التقنية. في الأخير لا تنسوا زيارتنا على موقعنا www.bontigli5.com وزيارتنا أيضا على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/1981. في أمان الله.